السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه فاطمه. مرحبا بي عندكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد. غادي نشارك معكم فطيره بالبطاطس او غراتان بالبطاطس والخضره، كتجي رائعه جدا، الاهم صحيه واقتصاديه. بالنسبه للحشوه، هنا درت بصله كبيره مقطعه، ودرت الفلفله خضراء وفلفله حمراء وجوج فصوص ديال الثوم. بالنسبه للتوابل، درت طاس معلقه ديال الملح والفلفل الاسود او البزار والسكنجبير والخرقوم. هادو هما التوابل اللي استعملت في هذه الحشوه هذه، ونخلط العناصر جيدا. طبيعه الحال وضعتهم على نار اللي تكون متوسطه. صافي، غادي نحرك العناصر حتى كيندمجوا حتى كيتقلاو شويه، ومن بعد غادي نضيف باقي الخضر. بالنسبه لهذه الفطيره كتجي لذيذه بزاف وكتجي صحيه، والاهم انها اقتصاديه. بعد ما تشحروا لنا العناصر جيدا، دابا غادي نضيف هنا شويه ديال القزبر المكنوس والزيتون وكورجيت او قرعه خضراء بعد ما حكيتها. درت جوج ديال كورجيتات متوسطين، غادي نضيفهم للحشوه وغادي نخلطهم مزيان حتى يتشحروا مع بعضياتهم. يمكن لكم ديروا الجزر، خيزو، يمكن لكم ديروا اي خضره عندكم. فهاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، والاهم انها مفيده للصحه ديالنا. وقضيه اخرى، الا بغيتوا تزيدوا شويه الكفته او تزيدوا الدجاج او تزيدوا الطون، هادشي كيبقى اختياري. فانا اكتفيت غير بالخضره بوحدها، ومع ذلك جا طبق لذيذ بزاف. غنخليهم شويه يتشحروا، وهنا عندي شويه لاصوص ديال المطيشه، يمكن لكم ديروه ويمكن لكم ما ديروش على حسب الرغبه ديالكم، ماشي ضروري. درت شويه، الا ما عندكمش لاصوص ديروا معلقه ديال مطيشه ديال الحك او مطيشه المصبره. صافي، وغادي نحرك العناصر حتى كيتشحروا مزيان مزيان، وخليكم مع الطريقه. بعد ما تشحرت لينا الخضره مزيان كيف كتشوفوا تقلد شويه، دابا غادي نزيد الزعتر محكوك. طبيعه الحال الخضره خاصنا لابد اننا نسموها بالاعشاب المنسمه، اللي هي زي الزعتر اللي عندكم او قد سيدنا موسى. ضروري نسمو الخضره باش هكذا كتجينا بنينه. ومن بعد غادي نزيد هنا تقريبا معلقه كبيره ديال لاصوص صوجا، كتعطي مذاق زوين للخضره. صافي، نحرك العناصر. من بعد خديت هنا تقريبا 500 غرام ديال البطاطا. ديروا الكميه اللي بغيتوا ديال البطاطا بعد ما سلقتها في الماء المملح وصفيتها ومعكتها بالفرشيط. ودابا غادي نسمها، غنضيف هنا شويه ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للكميه ديال البطاطا ديروا على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم، ديروا البطاطا اللي تقدكم. المهم هنا درت 500 غرام، وغنضيف لي شويه ديال الملح، وغنضيف هنا راس معلقه ديال البزار. فهاد الفطيره كتجي لذيذه بزاف، والناس اللي كيعشقوا البطاطا كنصحهم انهم يجربوها، كتبقى صحيه خصوصا الاطفال. وغادي نضيف هنا شويه ديال زيت الزيتون. صافي، غادي ندمج العناصر جيدا. ونسيت ما تكتش بيضه، حتى بيضه هي اللي كتجمع لينا البطاطا، ضروري من البيض. والا كنتو دايرين كميه كثيره ديال البطاطا فنصحكم ديروا جوج البيضات. ومن بعد كناخذ الصينيه اللي غادي ندخلها للفران. يمكن لكم ديروا فلاطه وتفرشوا الورق الزبده. هنا خديت المول ودهنته بالزيت الزيتون، وغادي نوضع البطاطا وغادي نحاول انني نوزعها. وطبيعه الحال خاصني نكون داهنه ايديا بالزيت، وغادي نوزعها على شكل ديال المول بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نضيف في الوسط الحشوه ديال الخضره، ومن الفوق نضيف البطاطا. وغادي نشارك معكم ايضا طريقه لتعويض الجبن او الفرماج الاحمر او الفرماج موتزاريلا.
غنشارك معكم الطريقه اللي كندير باش كنعوض هذا الفرماج. مهم هذه هي الحشوه ديال الخضر، غادي نفرغها هنا في الوسط ديال البطاطا بهذا الشكل. ومن بعد ما وزعت الخضره ديالي فوق البطاطس، كنضيف شويه ديال القزبر والمعدنوس باش كيعطيني نسمه زوينه الخضره. ودابا غادي نضيف الفرماج ديال ساندويش، كيبقى اختياري بغيتو ديرو فرماج العادي او فرماج موتزاريلا او هذا الفرماج هذا ديال الساندويشات. من احسن ديرو الفرماج باش هكذا كيعطي واحد التليكه وكيعطي مذاق زوين للفطيره ديالنا. ومن الفوق كنوزع الكمية اللي بقات ليا ديال البطاطا، وطبيعة الحال خاصة نكونو داهنين يدينا باش توزع لينا بسهولة. ودابا غادي نشارك معكم الوصفه بديله الفرماج، بديل الفرماج الاحمر او موتزاريلا. خديت هنا بيضه وجوج الفرماجات وغادي نطحنهم في هذا الميكسور. فهاد الوصفه هذه كتعتبر بديل الفرماج، ماشي ديما كيكون عندنا فرماج احمر، فهاد الوصفه كتجي زوينه بزاف، كتعوض لنا الفرماج الاحمر ماشي 100% ولكن كبديل وصافي. وبعد ما كنبغيو اننا نغيرو من الوصفات، فنتحكم انكم ديروا هاد الخلطه، فهي كتبقى اقتصاديه وكيجي كتجي في الحشوات وكتجي في المملحات زوينه. المهم غادي نوزع هاد الخليط ديال البيض والفرماج على الكراتان وندخلها الفرن اللي يكون سخون من قبل، كنخليها تحمر ونخرجها. وكذلك بالنسبه للبديل تاع الفرماج، كيف كتشوفوا كيعطي نتيجه بحال الفرماج، كيعطي نتيجه رائعه جدا. صافي غادي نقسمها بحال هكا وتشوفوا كيفاش كتجي من الوسط، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها في المنازل ديالكم. كتجي بهذا الشكل هذا وكيجي داك اللون الذهبي وباقا سخونه، وكتكال سخونه وكذلك كتكال بارده، ومن احسن انها تكال سخونه كتجي احسن. هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونتلاقاكم في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم، ما تنساوش تدعموني بلايك الى اللقاء.